إحساس كبير قوي طويل قوي، وكان كل يوم بحس بإن أنا بقيت أحب اللي أنا بعمله كل يوم، وبعدين بقت كل ساعة بقت كل لحظة. فطبعاً عشت أيام جميلة جداً في مصيره، وكل يوم كنت بالرغم إن ما كنتش بنام ولا بلحق أكل ولا بلحق، يعني بنام ربع ساعة وأصحى في الأربعة وعشرين ساعة. فكان كل ده على قلبي أحلى من العسل، عسل فعلاً عسل، يعني أمتع لحظات حياتي وأنا بصور في وزير رمضان.